الشيء اللي قمنا به اليوم، ولو انه يعني تخيلنا هذا السيناريو في التدريبات، قمنا بيومين لتحضير ضربه الجزاء، يعني تخيلنا وضعناه من يعني انه يقدر يحصل في هذه المباراه، وش يحصل، وحتى اللاعبين يعني كانوا واثقين، والحارس يعطيه الصحه اليوم، سيتي لوم دو لا كاليفيكاسيون، يعني الحارس هو يعني خرج اليوم، يعني هو اللي اهدى مع كل زملائه التاهل الى جري. بالمناسبه يعني انا حبيت نتكلم اليوم على مستقبل تاعي مع الوفاق، انا تبقى لي تقريبا 4 مباريات ومش راح نكون رسميا مدرب الموسم المقبل بحول الله، راح نتفاهم مع الاداره اللي في العقد مع وفاق سطيف، ولكن راح نقوم بكل الامور تاع الريكروتمون تاع لا ليست دي ليبيريو على الاقل، لانه اليوم بالتاهل هذا الوقت مش راح يكفي الاداره ومش راح يكفي المسؤولين.